لعبات النادي الاهلي وكابتن فريق النادي الاهلي كابتن ماهر الشامه وكابتن نصر عيد في البدايه بعد القرعه وبعد طبعا المباراه الاولى ان شاء الله بيتمنى لكم فيها التوفيق. لكن اولا بتشوفي تنظيم النادي الاهلي بعد 27 سنه على ما اعتقد لم ننظم بطوله زي كده، الاول بتشوفيها ازاي كواحده من ابناء النادي الاهلي ان احنا ننظم بطوله بحجم بطوله كره اليد الافريقي؟ احنا طبعا كنا بنتمنى طول عمرنا نلعب حدث كبير دولي جوه النادي، يعني ده حاجه فخر، حاجه كبيره قوي بالنسبه لنا، فالحمد لله ان احنا يعني النادي حقق لنا الحلم الكبير ده. يعني فنيا بتشوفي البطوله ازاي؟ شايفه المنافسات هتبقى عامله ازاي؟ 10 فرق مشاركه معاكو، شايفه المباريات والبطوله المستوى الفني هيبقى عامل ازاي خلال البطوله دي؟ احنا لعبنا من 4 سنين لعبنا بعض الفرق في البطوله الافريقيه اللي فاتت كانت في المغرب، البطوله بعض الفرق اللي فيها، بس يعني الحمد لله ادينا اداء يعني جيد وعرفنا المستويات ماشيه ازاي. الحمد لله يمكن الجهاز كنا بنفكر ايه الدول او الانديه اللي احنا هنواجهها، فالحمد لله يعني الانديه اللي معانا نقدر ان احنا يعني نقاوح معاهم المجموعه بتاعتنا. انا شايفه ان الحمد لله القرعه في صالحنا الى حد كبير، فدي ده كويس جدا. المجموعه الثانيه جامده جدا واحنا عارفين فيها فرق ثانيه كانت لعبتنا يعني وكانوا جامدين جدا. كابتن نصر بتشوفي البطوله ازاي بالنسبه لك؟ انا عارف ان انت عندك حماس كبير وعندك اصرار كبير زي كل اللاعبات، شايف البطوله دي ازاي؟ المشاركات قويه جدا لكن محتاجه تركيز كبير مننا على ما اعتقد في البطوله. طبعا البطوله صعبه جدا، حدث تاريخي بالنسبه لنا وبالنسبه للنادي الاهلي. احنا مركزين طبعا، احنا بس هنختم الدوري ان شاء الله الاسبوع الجاي، بعد كده نخش في معسكر لافريقيا، فموضوع بالنسبه لنا احنا واخدينه حاجه مستعدين جدا لبطوله افريقيا. مجموعة بتاعتنا مرضيه بشكل كويس وان شاء الله ربنا يكرمنا في البطوله. الكلام انت وزميلاتك واللاعبات بتتكلموا على ايه؟ ازاي مجهزين نفسكم لدوافع؟ عايزين يعني ننقل لكل جمهور النادي الاهلي دوافعنا ازاي قبل البطوله دي؟ لا والله احنا كل كمي وانا كنا دايما بندعم الناس وناس بنقول للناس ان احنا دي حاجه بالنسبه لنا تعمل لنا تاريخ للنادي الاهلي، احنا مش بعيد خالص عن المستوى، لا احنا قريبين جدا وان شاء الله ممكن نعمل حاجه في بطوله افريقيا ان شاء الله. سالتك للاعبات زمايلك، حابه تقولي يا كابتن مايل الجهاز والتركيز ازاي الفتره الجايه بالنسبه لك؟ احب اقول لهم الفرصه جت، يلا نثبت نفسنا ونقول ان احنا موجودين على الساحه الافريقيه ونقول ان احنا قادرين ان احنا يعني نرفع اسم بلدنا من خلال النادي في محافل قويه يعني ان شاء الله. كل الشكر وتقدير من جديد طبعا للنجم.